مرحبا 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 بكم، راكم منورينا اليوم. راني فرحان بزاف اليوم يا اطفال، من بعد نقول لكم علاش. اذا مرحبا بكم انتم ثاني اللي راكم تشوفوا فينا. الى حبيتوا تجوا تفرحوا معنا وتشاركوا في الحضور كما الاصدقاء اللي راهم حاضرين، ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد لازم شوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل في الحصة إن شاء الله. عبالكم عشان فرحان اليوم، لأننا استضفنا أصدقاء للحصة وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. لماذا؟ لأن منذ فترة قصيرة العالم كله احتفل بهذا اليوم وتوقف عنده، هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي صادف 3 ديسمبر، ونتوقفوا باش نضمنوا وباش نشوفوا واش هما الإنجازات اللي درناهم باش نسهلوا الحياة لهذه الفئة هذه اللي نحبوها هم أولادنا. يا أخي بنتي، واسمك بنتي؟ آية. شحال في عمرك آية؟ 10 سنين. واش سنة تقراي آية؟ تاقت للخامسة. سنة الخامسة، شاطرة. وشاطرة في الدراسة؟ ايه. تقراي مليح، الله يبارك الله يبارك. إذا حبيت برك نقول بلي ذوي الاحتياجات الخاصة بالمرات عندهم إرادة كبيرة كبيرة كبيرة، ونتعلموا منهم. واسمك ولدي؟ أسامة. الله يبارك. شحال في عمرك أسامة؟ 17 يوم؟ 17 سنة. وش سنة درس أسامة؟ سنة ثالثة ثانوي. راح تجوز الباك. الله يبارك الله يبارك، أنا تاكلين عليك. لازم تجيب الباك إن شاء الله. يا أخي وش راك واسمك؟ أسامة تاني. جيتو تحمى أسامة. شحال في عمرك؟ 15 سنة. تقرا؟ ما تقراش. واش دير في اليوم تاعك؟ كيفاش تقضيه؟ واش دير؟ تخرج برا؟ واش دير؟ نخرج. تخرج تمشي، عندك أصدقاء، عندك يحبوك وتحبهم وكامل. يا أخي الله يبارك الله يبارك الله يبارك. نتكلموا مع العروسة هذه. واسمك بنتي؟ اسماء. اختك هذه؟ شحال في عمرها اسماء؟ 8 سنوات. 8 سنوات، راكم متهلين فيها في الدار، تحبوها؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك بنتي، ربي يصون ربي يصون ان شاء الله. عندي مفاجأة لكم. انا اليوم جاتني صديقة، هذه صديقة للبرنامج، راسلتنا وكلمتنا شحال من مرة، وكانت حابة تحضر في البرنامج، وكانت أمنيتها كما قالت لنا الوالدة نتاعها، أمنيتها أنها تجي البرنامج مع عمو يزيد وتشوف عمو يزيد، وإحنا أبينا إلا أن نستضيفها في هذا اليوم هذا. مرحبا بك. واسمك بنتي؟ هودة. كيف فرحنا لك هنا اليوم؟ إيه. كنت حابة تجي؟ إيه. عند عمو يزيد؟ إيه. الله يبارك الله يبارك. كيف فرحانة؟ الله يبارك الله يبارك. إذا هدى مرحبا بك بنتي، مرحبا بك. احنا ماذا بينا أصدقاء البرنامج كلهم يجوا يحضروا معنا ويجوا يفرحوا معنا. في كل بداية حصة نطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي تفعله أمام الناس دون أن تراه؟ صعيبة شوية، موالفين غير عمو يزيد. عمو يزيد اليوم سكتوا كامل. معلش نعود اللغز. ما هو الشيء الذي تفعله أمام الناس دون أن تراه؟ على بالي بلي شاطرين، بصح لازم تصبروا حتى لغاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل. 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا إلى غاية نهاية الحصة، على بالي بلي شاطرين راح تسيبوا الجواب. انتم شاطرين.
رايحين دركا نكتشفوا شخصية اللي هو حصروري العايش بن حمد مع إكرام. تفضلي إكرام، عارفينها بهذه الشخصية هذه. مرحبا بك إكرام، تفضلي بنتي. تفضلي إكرام، تصفيقة تصفيقة على إكرام. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد حصروري العايش بن حمد. ولد الشهيد سنة 1925 بقرية الولجة بالأوراس بخنشلة من أسرة متدينة وثورية. تعلم القرآن الكريم على يد مشايخ القرية، ثم انتقل إلى المدرسة وتحصل على شهادة التعليم الأساسي. امتهن الفلاحة ثم التجارة. في سنة 1954 انخرط في اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وكان يتصف بالحكمة في التصرف واليقظة الدائمة، مما أهله أن يكون مع الفوج الذي قام بالتحضير والإعداد للثورة في فرع الولجة. تم اعتقاله لأول مرة بقرية الولجة عند اندلاع الثورة، وأخذ إلى مركز تعذيب بخنقة سيدي ناجي والتحقيق معه، ثم حول إلى السجن وأفرج عن الشهيد في 13 أوت عام 1955 بعد تنفيذ العقوبة. التحق بصفوف الجيش التحرير الوطني مباشرة بعد خروجه من السجن. عين سنة 1958 عضو المنطقة الأولى برتبة ملازم، وسنة 1960 عضو الولاية الأولى التاريخية مكلفا بالشؤون الاقتصادية برتبة نقيب، وسنة 1961 قائد المنطقة الرابعة عين مليلة برتبة رائد. في شهر أوت عام 1961، وبعد إبلاغ قوات المستعمر بمكان تواجد الشهيد، قامت قوات العدو بمداهمة المكان. أصيب أثناءها الشهيد العايش حصروري بإصابات خطيرة، وتم إلقاء القبض عليه، حيث نقل إلى مستشفى عين البيضاء، ثم تم تحويله إلى سجن خنشلة. فقامت فرق اليد الحمراء باختطافه من زنزانته والذهاب به إلى غابة بن إيميلول في قلب الأوراس، فرموه بالرصاص. وبذلك انتهت حياة الشهيد حصروري العايش رحمه الله في 5 أكتوبر عام 1961. برافو 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 إكرام، برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، الجزائر حرة ومستقلة بفضل تضحيات شهداء الأبرار. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. يا أخي أطفال، أنا حبيت اليوم مدام رانا في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، على بالكم في الدنيا هذه الإنسان دائما محتاج مساعدة مهما كانت صفته، يعني ملتاج ويحتاج مهما كان الإنسان. مش ضروري أنه يكون عنده احتياجات خاصة باش يكون محتاج، بالعكس احنا بالمرات احنا محتاجين ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه بالك عندهم الطاقة أكثر منا، بالك عندهم الحنان، بالك راح يفكرونا بحوايج، بالك. إذن الإنسان محتاج لأخيه. إذن عمو يزيد دلكم أغنية ساعدني ساعدني محتاج لك، يلا تغنوا كامل معايا ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي،
ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. برافو 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 برافو. شكرا شكرا شكرا. إذن كما كنت نقول كما كنت نقول الإنسان الإنسان محتاج، مش شرط أن يكون محتاج مال ولا محتاج. الإنسان يحتاج أي شيء، يحتاج الحنان، يحتاج الحب، يحتاج الأصدقاء، يحتاج ابتسامة، يحتاج. إذن هذه الأغنية غنيتها أنا، هديتها لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن حبيت نقول للإنسان مهما كان يكون محتاج. أنا نجيب صديقي، جيب صديقي تعالى. إذن أنا جبت صديقي. عجبتك الأغنية؟ الله يبارك. عجبتكم الأغنية كامل؟ إذن هذه الأغنية مهداة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونقول لهم نحبوكم نحبوكم نحبوكم. بالمرات أنتم تعطونا أمثلة وتعطونا منكم، نتعلموا بزاف حوايج، لأن الدنيا كلها مدرسة، يعني نتعلموا فيها كل يوم، وخاصة الإنسان يتعلم الإرادة، الإرادة القوية. إذن شكرا شكرا، يعطيكم الصحة. وش رأيكم نروحوا الألعاب الخفة؟ تحبوا؟ يلا نروحوا الألعاب الخفة كامل. إذن تصفيقة تصفيقة على عمو رضا لاعب الخفة. تفضل تفضل عمو رضا تفضل. السلام عليكم. كيف راكم؟ الحمد لله. بون دوك اليوم درنا لكم ندير لكم لعبه سحريه، ولكنها في ان واحد لغز هكذا صح. دوكاتيك نشوفوا الشاطر ولا الشاطره. تفضلي معايا انت يا شابه صح. تفضلي معايا من صح. دوك تبعوا معايا مليح. دوك هاد البومبون ما يلاصق مع هاد هكذا صح. دوكاتك نديرو هكذا، نحسبو حتى ثلاثة. حسبو كاع معايا، واحد اثنين ثلاثة. بصح ما قلتلكمش راح يصرا. هادي تولي لاصقة مع هادي. نقدرو ولا لا؟ لا نقدرو نقدرو نقدرو. نستعرف بيكم. برافو صح. دوك هادي راهي لاصقة مع هادي، بصح ما فهمتش كيفاش هادي راهي لاصقة مع هادي تاني، وهادي راهي لاصقة مع هادي. دوك نديرو غير هكذا، عاودو حسبو معايا من واحد ثلاثة. ما فهمتش، تقدر تفهموني؟ فيهم خيط واحد. دوك نمدو لصديقاتي الصغيرة سيها هكذا صح. سيها شديها شديها بجدين وسيها صح. كديرها صفقوا عليها.
تلقي طلعي الاخرى زيد طلعي الاخرى اوه ساحره الماهره الله يبارك زيدي سي زيدي اه ما قدرناش دوك نشوفو انت يا شباب شاطر تفضلي معايا صاحتي ساحه شكرا شكرا دوك نشوفو تفيق عليها صح هذا ما نقعد او قاعد محيرني اللغز هذا صح دوك زيدتي معايا زيد الاخرى سيها صح انا جبلي ربي على بالي كيفاش تقدر ديرها صح نغطيوها وسي شوكش ديرها باش ما يشوفوكش هاي هاي واحد ما يشوف هنا جري 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 صح سي 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 شوف كيفاش ديرها ما قدرتش ما درنا والو برافو 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 عمر رضا برافو برافو عجبتكم العاب الخفه يا اطفال؟ عجبتك العاب الخفه؟ الله يخليك الله يخليك دركا رايحين نروحوا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه الفتى الفنان يلا معايا كمل إذن كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الفتى الفنان. واحد النهار كان واحد الطفل صغير، هذاك الطفل كان عنده احتياجات خاصة، كان معاق، كان معاق ما يحبش يخرج من الدار، لأنه بالمرات الطفل ما يكونش عنده أصدقاء، ما يكونش عنده حوايج يديرهم برا، ما يحبش يخرج، يعني إما يكون عنده احتياجات خاصة ولا ما عندوش احتياجات خاصة، بالمرات الطفل ما عندوش أصدقاء ما يحبش يخرج من الدار. ولكن هذا الطفل كان عنده احتياجات خاصة، كان معاق، ما حبش يخرج من الدار، يطل غير مع الطاقة، يطل مع الطاقة ويشوف الناس تمشي الناس تجي وهو ما يحبش يخرج. وجازوا أيامات هو يطل غير مع الطاقة ويشوف المجتمع وكامل عايش مع دارهم ولكن ما عندوش يعني احتكاك مع الخارج. واحد النهار قال لي يما حبيت نتعلم الرسم، حبيت نرسم. يما فرحت قالت ولدي حب يرسم، راحت شرت له ادوات الرسم. كي جابت له ادوات رسم كل يوم يرسم يرسم يرسم، فاتوا ايامات هكذا شفت بلي ولدها يرسم مليح. قالت له يا ولدي تحب كان ندخلك المدرسه مختصه في الرسم؟ قال لها ايه. فرحت فرحت مع الاقل ولدها راح يخرج ويشوف الناس وعنده اصدقاء وكامل. دخل المدرسه مختصه في الرسم، بعد كي بدا يرسم في المدرسه وتعلم الالوان وتعلم فنون الرسم وكامل، مدرسين شافوا باللي عنده موهبة، عنده موهبة يعني بالرغم احتياجاته الخاصة ولكن عنده موهبة، وشافوا كي سخر هذيك الموهبة نتاعو من بعد أصبح رسام كبير 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 جدا. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من حكاية اليوم بالإرادة والعزيمة يمكننا أن نتحدى كل الصعاب. برافو 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 بوبي، تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة 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 على بوبي. إذن الدنيا كلها مبنية على الإرادة والعزيمة، الإنسان لازم تكون عنده عزيمة وإرادة مهما كانت الصعاب، مهما كان مريض، مهما كان عنده احتياجات خاصة ولا أي شيء، لازم تكون عنده الإرادة قوية 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 يا أخي يا أطفال. إذا لازم تكون عندكم إرادة وعزيمة كما يقول عمو يزيد في الأغنية أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة، أتحدى كل الصعاب. يا أطفال الدنيا كلها مبنية على الإرادة والعزيمة، يلا معي. عجبتكم الحكاية؟ إذن الإرادة والعزيمة. أنا نعطي لك الورد هذا، تحبيه؟ هاكي. إذن عمو يزيد يهديك هذه الباقة من الورد يا أخي بنتي. الله يخليك بنتي، الله يخليك. لحقنا درك، لحقنا الركن، انا نحبه بزاف هذا الركن، هو بريد عمو يزيد. نشوفوا الرسائل اللي بعثوهم لنا اصدقائنا الاطفال عبر البريد، وانتم الى حبيتوا ترسلونا
عبر البريد الإلكتروني. ما عليكم إلا توجهوا إلى موقع الإنترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار آراء وملاحظات وتبعتوا لنا الرسائل تاعكم باش نقراهم هنا. بوبي شوفنا البريد، شوفنا صندوق البريد كش ما فيه. يلا حيو حيو بوبي حيو باش يسيب لنا، باش يسيب لنا. هاي كاين هيلا هيلا، اعطينا 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 نقراو الرسائل تاع اصدقائنا الاطفال. شكرا بوبي، شكرا شكرا شكرا. اذا الرساله الاولى، نحب الرسائل هذو هنا. اذا ربيعي يقين 10 سنوات من مدينه برج بنعامه من تسم سلت، تقول لي اعجبتني هذه الحصه كثيرا وشكرا لكم من اجل التثقيف والتسليه التي تقدمونها للاطفال. شكرا يقين 10 سنوات من برج بنعامه تسم سلت، نحييكم كامل ونحبكم. اذا الرساله الثانيه تقول قشاو عمار من عين النويسي من مستغانم، الله يبارك مستغانم، مرحبا بكم نحبوكم ونحييكم. يقول لك هذه الحصة جميلة تفرجت عليها في التلفاز وأريد أن أزورها إن أمكن، أنا من عشاق عمو يزيد. بالطبع يا قشاو عمار ممكن، مادام سجلت حتما سوف نتصل بك، مرحبا بك. الرسالة الموالية، تاشور عبد الرؤوف 13 سنة من سيدي سليمان من مدينة تسم سيلت، سيدي سليمان ولاية تسم سيلت، يقولكم أريد المشاركة لأنني أحبكم. حنا تاني نحبوك يا عبد الرؤوف، مرحبا بك وإن شاء الله حتما سوف نكلمك باش تجي تشارك معنا. الرسالة الموالية، حموش نور الشمس 6 سنوات برج بنعامه ولاية تسم سيلت، كذلك ولاية تسم سيلت راهم يشوفوا بزاف عمو يزيد، نحييكم مرتين نحبكم، وكنت زرتكم في حفل عمو يزيد وكان حفل من اروع ما يكون، دائما دائما في القمه. نور الشمس يقول حصه ثقافيه رائعه، ونور تحبكم كثيرا وتحب الاجابه على الالغاز، كما انتم تحبوا الاجابه على الالغاز. اذا نور مرحبا بك بنتي، مرحبا بك مرحبا بك، وان شاء الله تشرفينا في الحصة. الرسالة الأخيرة، عزوق ياسر 8 سنوات من الجزائر العاصمة، يقول برنامجكم جميل وأريد المشاركة فيه. يا عزوق ياسر 8 سنوات من الجزائر، حتما سوف نتصل بك باش تجي تحضر معنا. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هذه اللي نحبها بزاف بزاف، ونقولكم إلا حبيتوا نقراو الرسائل تاعكم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت تاعنا عمويزيد.com على زرار آراء وملاحظات، مرحبا بكم. لحقنا دركا لواحد الركن، ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة؟ نكتة نكتة نكتة، أسامة ما عندكش نكتة؟ نكتة؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعال أروح أروح وليدي، فكروا فكروا في كاش نكتة. واسمك وليدي؟ مصعب بخاري. وين تسكن؟ في حي ري سيدي موسى الجزائر. سيدي موسى، الله يبارك الله يبارك. احكي لنا نكته تاعك وليدي. قال لك واحد النهار اما تتحاق قالت له روح شري لي خبزه سخونه، راح يمشي 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 خبط راسه على الحيط، عاد يقول دبزه سخونه دبزه سخونه. راح عند الملكوشه عاد يقول قال له اعطيني دبزه سخونه، سخني الدم مليح واعطاها دبزه. برافو برافو. شو اللي عنده نكته؟ تعال 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 اروح. واسمك وليدي؟ احمد بن طالب. وين تسكن؟ في الجزائر العاصمه. الله يبارك، شحال في عمرك؟ 10 سنوات. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد القريه مهجوره، دائما واحد الطفل يروح مع باباه يشري لي زيسكيمو تاع الفراز. هذه خطره وليده كبر ما دار راح يشري وحده. قال له راح ما لقاش لي زيسكيمو فراز، لقى شوكو،
ماذا قالوا عمو عمو اكتب لي جيت كيما محروقين. برافو برافو. شكون؟ تعالي بنتي تعالي تعالي. تعالي بنتي، واسمك؟ مريم بروان. وين تسكني؟ في الجزائر العاصمة. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد النهار واحد الطفل قالت له ماما، قالت له روح شري لي الزيتون. وبعد ذاك راح شرى لها، كل ما يمشي خطوة طيح له حبة. باك وصل للدار طبطب، كيف فتحت له يماه الباب طاحت له حبة جا هي رفدها. قالت له يماه لا لا وليدي طاح الحصى الشيطان. كي طاحت هي كانت تسيق طاحت هي، قالت له وليدي رفدني. قالها لا لا الحسك الشيطان. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. تعالي بنتي تعالي روحي تعالي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ مريم. مريم شحال في عمرك مريم؟ 7 سنوات. الله يبارك. شاطرة. وين تسكني؟ مفتاح. في مفتاح. الله يبارك. تحياتنا لكل ناس مفتاح. احكي لنا بنتي نكتة تاعك. خلك واحد النهار راح هذاك الطفل راح يقرا، بدات قالت له الاستاذه جيب سياله حمراء وسياله خضراء. راح يمشي يمشي طاح، بعد قاعد يقول دجاجه محمره وبخضر حمره وبخضر. بعد كي وصل للدار طبطب فتحت له يما الباب. قال ماما، قالت لي الاستاذه جيبي دجاجه محمره وبخضر. يما مدت له ربا خضراء، قالت له روح لباباك شري الدجاجه المحمره. بعد شرا لهم بعد داها لي كل استاذه قالت له بلي قلت لك جيب لي سياله حمراء وسياله خضراء. هو دالها روبا خضراء ودجاجه محمره. الله يبارك الله يبارك. يا اطفال لحقنا دركا لحقنا دركا للجواب عن اللغز. اذا ما هو الشيء الذي تفعله امام الناس دون ان يراه احد؟ شو اللي عنده الجواب؟ تعال تعال تعال. واسمك ولدي؟ محمد عيشة. وين تسكن محمد؟ مفتاح. في مفتاح. وش هو الجواب؟ الكلام. واو برافو برافو. تعال تعال محمد تعال تعال وقف قدامي. محمد صاب الجواب، هو الكلام الهضرة تفعله أمام الناس بصح ما يشوفوش واحد ما يشوفه. شاطر. أعطيه أعطيه الهدية تاعو أعطيه الهدية تاعو. شاطر ولدي. إذا محمد عمو يزيد يهدي لك هذا الكوب مع عمو يزيد، ان شاء الله تشرب فيه الحليب ولا الماء تستفاد به. وعمو يزيد يهدي لك 3 سيديهات سنتين من الانتاج، فيهم 22 اغنيه في كل سيدي، كاين 66 اغنيه، 3 تاع لي سيدي من حق الطفوله معلمي. ومبروك عليكم النجاح، ان شاء الله تستفاد بهم ولدي. لا شكر على واجب. اذا اليوم عندنا عيد ميلاد ايوب. اروح ايوب تعال ولدي. 4 سنوات 4 سنوات. تعال ايوب تعال تعال أيوب تعال أيوب. إذن عمو يزيد راح يغني مع الأطفال، يغني لأيوب عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع أيوب. يلا تغنوا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد. يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي دنيا تسالى وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهر أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. نسهر أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها
وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن أيوب 4 3 2 1. طفي الشمعة. أوه برافو 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 برافو. أعطيني الشهادة تاعو. إذن أيوب عمو يزيد يهديك شهادة تصوير حصة مع عمو يزيد. لكل واحد فيكم اليوم راح ياخذ الشهادة هذه ويحتفظ بها كذكرى، ويشرفني أنا لكم اليوم. أيوب بما أنك بعت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف سطولي العاصمة، اخترناك باش تجي اليوم تحتفل بعيد ميلادك معنا. رامي راعي البرنامج يهديك هذه الدراجة هذه إن شاء الله تستفاد بها. إذن كل شيء مبروك، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.